أتسمح لي سيدي؟ تعال كوتولجا. إن سمحت سيدي، المحارب سامسا لديه ما يقوله. تكلم يا سامسا قلب. سيد عليار، هناك خبر لك من سيدي. السيد أرطغرل قال إنه سيطلق أورال من أجل الصلح. ما الذي تقوله يا سامسا؟ هذا ما قاله سيدي، كن مطمئنا. قال إنه لن يسمح أبدا أن يصبح هو السيد، ولأجل هذا قد اتفق مع الأمير سعد الدين، والأمير سعد الدين سيتحدث مع سادة القبيلة حتى يقومهم بدعمك، وإذا لم يفي الأمير بوعده، السيد أرطغرل سيجعل السيوف تتكلم. أيمكن الوثوق بكلام الأمير سعد الدين سامسا؟ اللهم ألهمني الحكمة، أتمنى أن يمر هذا الأمر على خير. إن شاء الله سيدي، من بعد إذنك. أتمنى أن يحدث ما يريده السيد أرطغرل، وإلا سيسفك دم كثير. سأبلغك بكل شيء سيدي، وإن شاء الله سيحدث ما فيه خير لنا. إن شاء الله كوتولجا، إن شاء الله. هل تأذن لي بالدخول يا سيدات؟ ادخل حضرة الأمير. أهناك أخبار عن أورال حضرة الأمير؟ لقد اتضح لي بأن السيد أورال بريء. أي أمير سلجوقي يجب عليه فعل ما بوسعه من أجل أن يحقق العدالة ويمنع انتشار الظلم. السيد أورال أطلق سراحه مقابل فدية. هذا صحيح حضرة الأمير؟ وأين هو الآن؟ هو في الطريق إلى هنا، قريبا سيصل إن شاء الله. أسليهان، قلت بأنني سأفي بوعدي لك. إذن وأنا أيضا سوف أفي بوعدي لك، وبعد أن ينتهي الاجتماع سوف نعقد قراننا. سأنضم إلى الاجتماع إذن. تعلمين أخوك أورال سيطالب بالسيادة. ماذا لو لم يصبح أورال سيدا؟ سأفعل ما بوسعي ليصبح السيد، فلا تقلقي.